يا حبيبي، خلاص اخش. حبيبي هو من الصاله. انا مش اعزائي محبي وجوار الوقت الالكترونيه وعشاق انزل صوت التحليل لكاس العالم للناشئين التاسعه المقامه في مدينه شرم الشيخ في الفتره من 4 هي الكتب اليوم. انا صديق كابتن نادي صبحي نجم من كتب في الزمن جميل في رياضه التايكوندو واحد الحاصلين على ميداليات ذهبيه على مستوى العالم وعلى مستوى القاره العربيه او القاره الافريقيه. وصلنا صديق في الزمن نادي صبحي من اهداف الراي الفن في البطوله. كابتن انت معانا من الاول وشايف النتائج ومش عارف اقول لك الصراحه. يعني نتائج محزنه بالنسبه للمنتخب الشرقي. يعني مش متوقع نتيجه مصر بالشكل اللي هي البطوله المقامه على ارضها وتقريبا 90 دوله بعدد 2400 لاعب واداري ودكتور ورئيس بعثه وبطوله صفر اليابان. هو الحقيقه البدايه كانت جميله، عدد المشتركين كان بيزيد يوم عن يوم، البلاد كانت بتزيد يوم عن يوم، حتى بعد الديدلاين 10 مارس في بلاد كتير اشتركت وسجلت متاخر عن طريق الاتحاد الدولي، فالعدد كان كبير جدا، يمكن اكبر كره عالم نشوفها لغايه دلوقتي. النتيجه بقى كابتن عماد، انت عارف ان النتيجه دي بتبقى خلط لحاجات معينه كتير. نتيجه جيد بالظبط، احتكاك، جو ملائم، سفر، لاعب بيحتاج عدد من العناصر المتوفره ان عشان يقدر يحقق. هل احنا حققنا العناصر دي عشان نطلب من اللاعب ان هو يجهز يروح؟ والله كابتن عماد احنا يعني هو كان في سفريه يمكن واحده لكوريا ثلاث اسابيع في شهر نوفمبر 2011، بس انت كمان عارف ان ده لا يكفي. احنا عاده نعرف ان اللاعب اللي حقق بديل بيحتاج على الاقل بيعمل 15 ل 20 مباراه دوليه خلال السنه، بيلعب مع مدارس مختلفه. فعلا هنقول كده. في بطولات كتيره، في بطولات كبيره معينه معروفه وقديمه زي بطوله المانيا، زي بطولة كولومبا، زي بطولة كولومبا. في شهر مارس بالظبط كده. يعني اجندة الاتحاد الدولي ما بتتغيرش على مدار السنة. لا فعلا الاجندة بتنزل تقريبا شهر 12 في بداية العام او قبل بداية العام كمان، والبطولات بتبقى محددة. وهي فعلا كويس جدا البطولات اللي طول عمرنا مش فاهمين زي ما قلت لحضرتك، هي بتبقى المانيا في ثلاثة، بولندا في ثلاثة، اسبانيا وفرنسا في أربعة. نقدر نقول ان اللاعب الاوروبي بيلعب في السنه 30 مباراه دوليه عشان هم مش يعني بيطلعوا من البطوله على طول. خميس وجمعه وسبت بالقطر بيلف اوروبا بيخلص بالظبط كده. بالظبط كده، بالذات البطولات اللي هي ايه المعروفه في اوروبا مش بيطولوا، غير بقى معسكرات في كوريا. احنا كنا بنحضر معسكرات في تركيا مع الاسف، انا مش عارفه طبعا السبب ايه، انا خلينا نراجع مجلس الاداره بس ما حضرناش. كل ده بيأثر على نتائج اللاعبين، وخاصة ان انت شايفة ان دلوقتي في بعض الدول بتتقدم في اللعبة خصوصا زي روسيا. فعلا يعني روسيا بتتقدم في التايكوندو بالصورة دي اصبحت حاجة غريبة. هو احنا فعلا لاحظنا كابتن مصطفى ان الدول بتتعرف على الرياضة زي روسيا، استعجبنا جدا ان هم يبقوا من المتقدمين، ان هم مش باينين قبل كده. طب انت شايفه فيها ايه؟ بص يا كابتن، يعني اي حاجه ناجحه يعني يبقى ليها عده عناصر، لو عنصر واحد فيها مش موجود هيكسب. اجنده السفر او اجنده الاحتكاك او عدد من السفريات، الاعداد، التعاون،
تلبيه كل الحاجات اللي اللاعب محتاجها، مجلس اداره متكامل، يعني في حاجات كتير. ايش اللي كان احنا نقدر جروب خاصه او نقطه ضعف خاصه هو المحل اللي كله لا انا ما اعرفش، انا خارج المجلس، انا عارف ان لازم ابقى خطه وعارف ان لازم يكون بكاك، وانا قعدت 6 سنين قبل كده في المجلس وعارفه كويس جدا انه يعني اتحققنا ميداليه 2004 ميداليه اولمبيه، نقدر نحقق تاني ان شاء الله لو كانت ان شاء الله. شايفه ان Thank you.